النبي صلى الله عليه وآله والخلافة. قال الإمام الجواد عليه السلام في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، إن رسول الله صلى الله عليه وآله عقد عليهم لعلي عليه السلام بالخلافة في 10 مواطن، ثم أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود التي عقدت عليكم لأمير المؤمنين عليه السلام.